أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. درسي قلنا وحكب اللعبان يا صورة الانفطار ويضو سقال يتوبا آيضات ككوبا وآيذه قابناء ولينا هلكا اي قيامها اي آيضه اي آيات كبا اي صور تنصوص على هلكا اي مركا اي نود ديگيا وحالين حسوسين اي آخر دان بيسا صورة دان يتكو حكتا يتكالا يتكالا اي إلا قرآن كردام ماضو انتا كهر سنبا قرآن كو كردام ماضو إناها أمبا مركا أنو كدو الميري سندونا جل وعلا وحولي. إذا السماء إذا قورتي السماء سمدي انفطرت أي دل دل عضو. إذا انفطرت السماء انفطرت. وإذا قورتي الكواكب حدقهن انتثرت أي داتان وتساقط أدعوه. وإذا قورتي البحار بذهين فجرت لإسكفرة وهلبط أي نقضان تي إيض معيد إذا تي إيض مركة كرار كأهيد أما تي ملح ذو ذاتي هلبط لك وذلقه. وإذا قورتي القبور قبورتي بعثرت لفاقه وحا اللوحة ماشي كجرة موتاء هلكا كحبالا لصوفاقه لصوصاره علمت ويوغان نفس نفو ويوغان ما قدمت وحي هرمر ستوي عمله إيه وأخرت وحيا لئما أدب يودي قتو بما قدم وأخر مرك الله فصير يهتفاسير فربضا بالك ليا أي كم انتهي عمل كنفسد أي لا تمت إيمت كان لئما قفك وحي هدان وقبا كأنه أخر الشيء حي كدي قانت إيشو عملك دب ولا فريس دب ولا حري نفو مال انت وحي أغانيسا وحي هرمر ستأي عمل إي وحا آني لئما أي أغانيسا أم وحي هرمر ستأي وخيرا إي وحي يلا لهري أو شرع تاسي أغانيسا وقورما مركي انفطار ودعوه أو سموات كويسا أدل دلاعان وقورما ومركو انتثار دعوه وحدقوه ساوه وبتان وضاتان وقورما وقورتا وتفجير دعوه وبلها صار ليسوقو فره وقورما ومركو قبورتا بعثرت بمعنى ودعوه إن إيضا دنب اللفاقه مركاسي نفق أغان دونتا. يا أيها الإنسان إنسانو كاغان كافر كأهو ما غرك محاكوكو كذيي بربك ربي غاغا الكريم إيواناك سنا وامحي وحاكوكو بحيي إيكو قارسيي هار إن أدبار يرتدين إلي سبحانه وتعالى عد عسد ما غرك محاكوكو كذيي بربك ربك الكريم ونكسنا الذي ربك خلقك كأبو ري أظن أحباء أذانا هين فسواك هدنا كأهيكسيي فسواك كأكيسيي فعدلك إسكلي كادي وقسمي ومحالو لجيدا صدح شيبا لنوشيغي وحال لنوشيغي خلق isagoo injirin baa la amaamudo la ahaysiiyey adduunka lagu soo daray labo taswiya laynoo sheegayo xubnaha ilaahay siiyey ee fayow
كدب هدنا التعديل بقى اللي نوش يجيو واللي سلسمي جعان جعان كدير مالها لوك لوك كدير مالها إن ده هالك للربي بيكون بيجيني هنا قدال جمد دجين سنكو بوسك وليه بيكون بيجيني هاي وليه كجير كاجا أما جير كأذنا مرك دي بلاقو لابط ما لا دسلا إذا تانو هدي ماشي أنا يهان لهيت ساسي كجو نكسان لهيت مرك مالها هدب إلهي الله كو أبو ري هدنا فسواك كيسيي فعدلك كوسيميو مد اسكو ديغانا كا ديغي او جيركي سي خمنه اسكو بيغن يهين ما خا كوغو كدي في اي صوره صورتي كاها شاء دوننا ركبك كوغو ركبي تركيب سيدا ودون الى سبحانه وتعالى وكا ديغ ميدب كا دربتيد ميدب غار اديغ ادان دوران ده قامه يو درر يا غابنان اديغ ادان دوران موقال أذيك آذان دوران سورة دون إليه سبحانه وتعالى مركا في أي سورة شاءها ركبك وماذا صلوي كلا هذا بكجوغ كيستاك هذا الاقتراب بكرم الله كتسونك كانت كوكان سونتهي إلهي جل وعلا كرم كيسا دقات كيسا كيستاك بل تكذبون واتبيني نسان كفار بالدين أي بالجزاء مالك أبال مرك بالدين بالجزاء أبال مرين تبات بين نيسان إن ذاتك الأبال مرين بيدن تيم والحال إن عليكم إذنك دوشينان الحافظين أيهين أما أظن حال ذين بات بالله من كرتا وإن عليكم وحد دوشينا هذي لحافظين كوئلا إذن إلى لين يوم ملائك أعماشين الله صعود حافظين تاسو كراما يوون وناكسان الله إلهي سبحانه وتعالى أكتيس شرف كله كوا سو كاتبين وحقرية كواسو يعلمون قرنية ما تفعل يعلمون ده لا صعدة ما تفعلون وحاسمين نسان يعني بمعنى هالكاس وحالة ما ملائكتي إيه كتب هذا عهد بلا ورسلنا لديه مكتوبون كبالة ما وحافظين وكو إله أكتيس كرم كله كرام كله أما كرام كله وكو إيه وحقرا كتبا وحي لا صعدة وحاسمين نسان إن الأبرار كو مؤمنين تاه بارياشا أها او ايمان كودا كرون شاقي لفين لفي نعيم جنة دي نعيمة اي دحا هذين لفي نعيم لفي جنة بي دحا هذين وان الفجار كوي كفار تأفاجرين تأهانا لفي جحيم جحيمة لحذين اي هذين يصلون واي قليان ها جحيمة ذا يدا يوم الدين اي يوم الجزاء مالك ابا المركة الى ان ابا المركة مركة اللي سوقي ماذا نتيجة كصوب حيث نتيجة كسوة بحيس أوحي نقونيسا إني أهل نار نقضان وما هم منا أيان أهان عنها نارتا جحيمة لليه بغائبين كوي كم غناد هل دقيقة ولا أقل من دقيقة ولا أقل من ثانية معقول ما إني كم غناد هوي وما أدراك محاكو أغيسي ما يوم الدين أبا المركة مالين كيس وحوية ثم ما أدراك محاكو أغيسي ما يوم الدين أبا المركة مالين كيس وحوية هذا أغين يوم لا تملكو يوم لا تملك ومال اني هننين نفس النف لنفس النفس صدك لا شيء وحباني وهننكر نف نفك لا وحق من كرت مرك مال يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء ان وعد الله حق يوحي لم يتهي يا ايديه كلا دونا اله سبحانه وتعالى وكنت المامي ملك لدوننا لفرنك والامر امر كينا يومئذ مالين تأيذه لله إلهي بو هذي عدك لو دحدحادين وإمن كرتا أما أرنك كأري من كرتاي ما أي جرتو إلهي سبحانه وتعالى وإسكره سورة المطففين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سورة المطففين وحي كوابنتهي صدا يليح آيادات بيك كوابنت وآيادها يبنى قابنا سورة المركي وحي كب اللابتي أما يكب اللابتي إن ميزان كالدمو إن ايتهي وحاديات وفولحن كدبنا ضدك متقين تا أبرارتا كتاب كود هلك الله ديجيو يكوى فجرضا إلهي كفرتي هلك الله ديجيو
kadibna jannada sugi doonta dadka mu'miniinta ah iyo adduunyada si kastoo mu'miniinta lagu jeesjeesay inay iman doonta maalin iyaguna markaa ay arsan doonaan. Jalla wacala wuxuu le waylun halaag ba lilmutaffifiina, kuwa dhima ee nuqsaamiya halaag ba u sugnaada. Laakiin mufasiriintu iskuma mashquulaan inay fasiraan maxay ilaahay baa fasiray oo aayadda ka dambeysa lagu fasiray. طفف الشيء اي خففه ونقصه شيئا هدي ولان تطفيف بكسمي معناه دوام محي قفك اساق وحبو نقساميوي اما باق بو نقسامي ام ميزان بو نقسامي وحالا باقا وحالا وحي قل لي اما زقا وحالا وحي باقا انت صاح سوس اي مضا الله سوقاتو باق وحي ميزان لساران ووزنيوي مركة تطفيف ويل هلاك با للمطففين كوا باقا نقساميني ee dhimayo hoos u dhigaya halaag ba u sugnaada. Weylkan wuxuu noqon karaa halaag, wuxuu noqon karaa tog ka mida togaga naareed ee halkaa ku yaal waadi naareed ba u ahaada wey. Alladiina mutafifiintiyo ida ktaaluu marka ay beeganayaan cala annaasi ay min annaasi dadka ay kasoo beeganayaan yastawfuuna oofsada wa idaa kaaluuhum markay iyaga u beegayaan aw wasanuhum amaba u miisaamayaanna yuksiruuna dhima. Wuxuu samaynaya isagii tiisu hoosuma dhacdaa la dhahaa markuu isagu meel uu tago uu soo buuxsanaya bahasha sideeda taashu ciirciiraysa maaragtay masagidii oo daadaadanaysa sonkartiyo markaa buux dhaaftay buu soo qaadanaya. Isaga ma la gaaro dad kale marka u miisayo waa inuu nuqsaan u geliyo. Kaas marka weylul mutaffifiin buu ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waxa culimadu dhahaan xataa rhetorically aayadda waxay kaloo noqon kartaa marka adiga xaqaaga soo dhacsanaysid xaqa kale bini aadamkana aasaad doontid aad ka yeelaysid. Waxay noqon kartaa marka adiga sumcadaada iyo marka meel loogaga dhaco aad damqanaysid dadka kalena tooda aad meel ugaga dhacaysid. Maxaa ilaahay subxaana wa tacaala wala tabkhasu nnaasa ashyaahum, sidaad ugu jeceshahay magacaaga iyo sumcadaada iyo reerkaaga iyo waxaa tahay iyo waxaaga dhan in ammaan la geliyo dadka kalena tooda ammaan geli. Laakiin aniga tayda waa inaan la taaban, eryadee lama soo mari karo, dad kale wuxoodan waxaan doonaa ka yeeli karaa taataf tadfiifkii qayb ka mida wey. Marka waidaa kaaluhum marka ay beegayaan oo miisayaan aw wasanuhum ama mal miisaamayaan yukhsiruun hoos u dhima alaa yadhunnu kuwaasu miyaanay yaqiininayn alaa yadhunnu miyaanay yaqiininayn ulaa'ika kuwaas annahum iyagu mabcuuthuuna kuwa la soo saaray inay yihiin liyawmin cadiimin ay fii yawmin maalin in la soo saaray miyaanay yaqiininayn maalinkaasu cadiimin weyn yowma yaquumu annaasu maalinka dadka ay istaagayaan lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ay hor istaagayaan maalinka in la soo saaray miyaanay ogeyn. Qofka dabcan sideedana haddaad aragtid qof bini aadama ee ammaanada fududaysanaya ama xuquuqda bini aadamka fududaysanaya amaba xoolo dad intay u dhiibteen suu doona kaeli haddaad ogtahay qofka waxaa ku yar yaqiintii baa ku yar oo waxaa ku yar aliimaanu bilyowmi alaakhir. Laakiin qof og inay aakhara ka horeyso oo xisaabtan uu jiro oo shilan walba isdaba mari in ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiin doono qof og, qofkaas lagama yaabo inuu arrinsaasoo kale u bareero. Marka miyaanay yaqiinsanayn in qolyahaasi ilaahay hor keeni doono, ilaahay inuu la xisaabtami doono? Kallaa waxaa sugan ina kitaaba alfujaari kuwa faajiriinta ah waa kufaartii kitaabkooda la fii sijiinin sijiin buu dhex ahaaday waa dhulka meesha ugu hooseysa waa 7 ardo halka ugu hooseysa marka la soo xoqo meesha ugu hooseysa ayuu kitaabkooda jiraa. Maxaa yeelay sidedana qofka marka isaga la liidayo waxa la wixii isaga markaa la xiriirina waa inay liidmaanbu waa in la liido oo hoos loo dhigo la fii sijiinin 7 ardo meesha ugu hooseysa halkaasi dhex ahaatay waxayna dhihi jirin waa meesha Ibliis uu degan yahay iyo ciidankiisa. وما أدراك محاك أغيسي ما سجين سجين وحويه كتاب كتاب وكتاب كاسو مرقوم لقري أما مختوم وكتاب وكتاب وكتبتي وحلو قري جير إياق إلا هاي وكتاب كتاب ويد وعماشو دلو قروي كتاب كاسو مرقوم لختمي أما لقروي كتاب قرنوي ويل هلاك با يومئذ مالين تأيضا للمكذبين كوي بيني وهذا الذين مكذبين تيو يكذبون بيني بيوم الدين جزها مال انتيسا كوا بينيني وهذا هلاك با وهذا وما يكذب ما بينيو به يوم الجزها إلا كل معتد
mid kasto xadgudub badan mooyaane kaasu afiimin dembi badan sidan waxa u bareera ee diido aakhar aakhara waxaa dafira oo diida mid kasto muctadina oo xadgudub badan afiimin dembina badan ida tutla goorta la aqriyo calayhi isaga lagu dul aqriyo aayaatuna aayaatkana lagu dul aqriyana qaala wuxuu yiraahdaa hiya aayaatka la aqriyo asaatiirul awwaliina umadi horeeyay sheekooyinkooda way waa googacda laysigooda beed waxay isku xujeen joodi xalxiraalahoodii wey waa qisasta ay isku maaweelin jireen wey maaha diin maahan buu leeyay jalla wacala wuxuu leeyay kallaa haka jooge waa kelimata radc marka kan bale raana waxaa daxalaystay calaa quluubihim quluubtooda maa kaanuu yagsibuuna ay ladii kaanuu yagsibuunahu waxay la imanayeen bay quluubtu la daxalaysatay quluubtu waxay la mirirtay oo rujinaata la noqotay oo iyadoo rustigu u saarayn wax kale maaha dembiga iyo waxay la imanayeen baa ilaahay subxaanahu watacaala qalbiga uu ka dhigay qalbi daxalaysta wey jalla wacala wuxuu leeyay kallaa waxaa sugan innahum iyagu can rabbihim rabbigooda yowmaidin maalinta iyada la maxjuubuuna in laga qarinayo halkaa marka waxaa laga qaatay in yani dimnan waxaa laga fahmayaa in ilaahay la arki doono laakiin yaa arki doona dadka mu'miniinta ah ayaa arki doona laakiin iyaga ru'yada ilaahay waa loo diidi doonaa mar hadday sidaa yihiin uma innahum iyagu markaa la saalu ljaxiimi jaxiime kuwii gelaya wey uma yuqaalu markaasa waxaa loo dhihi doonaa haadaa kanu alladii kii wey kuntum aad ahaydeen bihi maaga waa tukadibuuna kuwii beeniya adduunye markaad joogteen waxaad dafiri jirteen oo maanta laydin horkeena intaa marka laga baxa waxaa loo baxay qalyihi mu'miniinta ah kallaa xaqan waxaa sugan ina kitaaba alabraari kuwa baariyiinta ah ee iyagu mu'miniinta ah kitaabkooda la fii ciliyiin meesha ugu sarreysa toddobada samo meesha ugu sarreysa oo carsha raxmaani hoostii ah buu yaal wey ciliyiinka halkaasuu barka jiraa marka ciliyiinna waa meesha ugu sarreysa sijiinna waa meesha ugu hoosaysa wamaa adaraaka maxaa ku ogeysiyey maa ciliyuun waxa uu yahay maxaa ku ogeysiyey kitaabun huwa kitaab weeye kitaabkaasoo marquum la qoray amaba marquum aho amaba la khatmiyey waa kitaab oo qoladaasu markaa acmaashooda lagu qoray yashhadu waxaa ilaaliya hu kitaabkaas almuqarabuuna kuwii lasoo dhoweeyey oo malaa'igtiiya kuwaasaa ilaaliya ina alabraara kuwa baariyiinta ah ilaahay subxaanahu watacaala u run sheegay la fii naciimin naciime dhexdeeda ayay ahaadeen jannay ku jiraan cala alaraa'iki sariira dushood ayay ahaadeen yanduruuna xaalay eegayaan meeshaasi marka wax alla wixii la siiyey oo naciim ah qofkana dabcan naciimadu iyo nicmada sideedaba qofku markuu raaxaysanayo indhahana waa laga raaxaystaa sida dhagahaba shayga markuu ay maqlaan ay macnaa u samayso markuu shayga uu taabtana macnaa u samayso ilaahay subxaanah wa tacala markuu halkaasi marka fadhiyaan tacriifu waad garanaysaa fii wujuuhi majiyaashooda nadarata naciimi naciime ifitaankeeda ka muuqata qofka marka aanu runtii aanu dhib aanu hayn markiiba nicmada wejigiisa ay ka muuqanaysaa buu rabbilcaalamiin leeyah yusqawna waa la waraabinayaa qolyahaas min raxiiqin miidii baa laga abaalmarinayaa raxiiqdaasoo makhtuumin la aamburay oo bimacnaa waa maxay khamro iyadoo daboolan oo iyadoo jilaata ah oo siilda ah aan la furin baa halkaa laga abaari maaha mid iyo qashin iyo waxayna isaga dul dhaceen oo markaa marba meel soo martay maa min raxiiqin khamro xaggeeda laga abaalmarinaya ayaa la waraabinayaa dheh yusqawna waa la waraabinaya min raxiiqin khamra laga waraabinaya khamradaasoo makhtuumin la daboolay miidda iyada aan buran halkaasaa ilaahay subxaanah watacaala ka waraabinaya khitaamuhu hanseheeduna miskun wey qeybta ugu dambeysa qofka marka uu rabo inuu markaa inta ugu dambeysa ilan shay wax kasta ee la cuno qeybta ugu dambeysa marka ugu macaan wey khitaamuhu marka la cuno ama la cabo inta ugu dambeysana miskun wey waa bimacnaa waxaa kasoo gufaacaya oo markiiba kasoo go-aya caraftaas baa kasoo go-aya miskigu waa waxa ugu carafta badan ee la sameeyo lagana sameeyo khazaalka iyo markaa iyo marki wixii kasoo baxow wa fii daalika kaas ee lasoo sheegay falyatanaafas ha u tartameen oo ha u dhaqtameen almutanaafisuuna kuwa tartamaya wa misaajuhu sharaabkaa la sheegayo waxaa lagu dheehana min tasniimin tasniim xaggiisuu ka ahaaday tasniimku muxuu yahay rabbiow caynan marka waa lanoo fasireya marka ilan anugu ma fahmi karna wa min tasniimi wey caynan ay amdaxu waxaan ammaanayaa caynan kordhiga halkaa ka keen marka min tasniimi baa laga abaalmarinaya
ama ayntan iyada kordhigan ay kordhigan tahay in ay tahay maxalka tasniim ay taal maxalka tasniim ay taalna grammatically waa maxal kordhigan wey halkaas marka in laga wado amin tasniimin amdax waxaan amaanaya caynan ilban amaanaya ishaasoo yashrabu ay cabayaan biha ay minha xaggeeda almuqarabuuna kuwii la soo dhaweeyey isha ilbay marka ka waraabayaan baa ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamay ina aladiina kuwi ajramuu ijraamka la yimid ee mujrimiinta ahaa kaanuu waxay ahaadeen markay adduunyada joogeen min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey yadxakuuna kuwii ku qosla wa idaa maruu goortay soo maraan bihim dadka muminiintana yataqaamazuuna way isku iljabin jireen wey way isu baaqi jireen oo bimacnaa waxaa laga yaaba ama carabkaa soo taageen ama isha hajabiyeen shay walba ee jasjas ee la rabo qofka in hoos lagu dhigo taasay la iman jireen wey wa idaa goorti inqalabuu ay laabtaan ilaa ahlihim reerkooda markay u laabtaan inqalabuu ay laaban jireen fakihiina iyagu ku faakihiisanay muslimiinta sheekadooda yani maana waa maxay maanta dhan markii meesha la markii waddadana way fadhiyaan markay saa iyo saa usii dhaafayaanna ilka isha la isku jabiyaa waa la isku baaqaa waxun baa la isku sheegaa guriga markay tagaana maanta dhan muntadayaadkooda sheeko kale ma laha aanan ahayn war kuwa kan inay yihiin dad aanan fiicnayn inay yihiin baa laga sheekaysan jiray waidaa goortii ra-aw ay arkaan gaaladii hum muminiinta arkaana qaaluu waxay dhihi jireen ina haaulaai kuwa ma arkaysaa maxamed daba taagan la daalluuna waa lunsan yihiin ilaah markuu xiri waa maa ursiluu walxaal bay waxaasoo dhan samaynayaan maa ursiluu kuwaasoo aanan loo soo dirin calayhim dadka muminiinta xaafidiin inay ilaaliyaan oo yaa yidhi daba taagnaada yaa yidhi ku mashquula yaa yidhi yaa u dirsaday falyowma maantadan oo aakhara alladiina kuwii aamanuu rumeeyey min alkufaari kufaartay yadxakuuna iyaguna ku qaslayaan maxay leeyihin cala alaraa'iki xaalay sariirahooda saaran yihiin yanduruuna xaalay eegayaan waxa lagu sameynaya qolyaha kadibay isweydiinaya waxay leeyihiin hal thuwiba talow ma la abaal mariyey alkufaaru kuwii gaalada ahaa maa ma laga abaal mariyey kaanuu ay ahaadeen ay ahaayeen yafcaluuna kuwii sameeyey iyaguna saasay dhihi doonaan idan aljazaa min jinsi alcamal maalinkooda lala sugayaw بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه suuratu linshiqaaq iyo suuratu linfitaar iyo suwartan oo dhanba aakharadii unbaanu ka hadlaynaa ilaahay wuxuu leeyay ida asamaau samadii idaa goortii assamaau samadii inshaqat ay dildilaacdo ay ida inshaqat issamaau inshaqat wa adinat ay maqasho hogaansanto lirabbiha rabbigeeda ay u hogaansanto wa xuqat wayna ahaatay inay hogaansanto وحقت ضوبي وهاتين إليه سبحانه وتعالى وهوغان سنتو وإذا قورت الأرض أرضدي مدت لفيديو وألقت أرضه أي صوتورتو ما أي الذي كي فيها إيادة لحذي ذاء هذي وتخلت أي مراتو وإبر نقطو وأذنت أي أطيعذو هوغان سنتو لربها ربك إذا وهوغان سنتو وحقت ضوبي وهاتين إليه وهوغان سنتأ ها jawaaba marka dhowrayna dhegtaa noo taagan ina alinsaana marka ama laqiya alinsaanu camalahu taqdiir marka la imo maalinka waa maalinka qofka bini aadamka camalkiisu ula kulmay maxaa yeele suuraddii ka horreysay marka intaas lasoo timi waxaa la yidhi calimat nafsun maa qadamat waakharat markii suuraddii kale sida loo soo waday baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi aakhirka marka lasoo waday baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay haddana نفسداس علمت نفس ما أحضرت في تكوير علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما قدمت وأخر إن ده مركز دعاه علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما قدمت لقي الإنسان عمله تقدير ربما ماشي قل كرو هذا نوع حل إنه شيء جاء إنه إزبدل إيمانه أو آه إزميجر آه إزبدل كم يرى محل السمادي ودم بروح على تلمام marna shalay waxaa loo soo fi suurata tagwiir in la diiriyo sida marka maqaarka loo fiiqo oo kale haddana iyadoo dhanba dildilacaysa ilaah bay maqlaysaa dhulkiiba haddana saa loo fidinayaa
wax alla wixii ardada ku jiray oo makhluuqaada oo wax alla wixii ku jiray oo dahaba oo dheemana wax alla oo batroola banaankii soo baxaya. Haddana waadina rabbi wa xuqad inta marka la tilmaamo maalinka marka abaalmarintu iman doonto qof walba wuxuu hormar soo heli doon. Yaa ayuha alinsaanu insaanow innaka adiga insaanu kaadixun kii dhibtoonaya ayaa tahay adduunyada marka la joogo camalkaaga ilaa rabbika ilaa liqaa'i rabbika rabbigaaga la kulankiisa intii ka ahbaad u dhibtoonaysa fakadxan dhibbaad dhibtoonaysa famulaaqiihi waadna la kulmi doonta. Qof kastoo innaga naga midihi adduunyadan adduunyadu adduunyo mashaqadeeda leh oo qofku kadeyd buu ku jiraa kadax buu ku jiraa ma nasanayo laakiin inta la ordayo oo dhanba kulli camal buu qofku ku mashquulsan yahay mid baa khayrkii ku mashquulsan mid baa shartii ku mashquulsan. Waxaana shaki ku jirin marka in la gaari doono destinationka la gaari doono ah qof walba inuu ilaahay subxaana wa tacaala la kulmo. Dadku markay ilaahay la kulmaan abaalmarna uu dhaco laba midun bay noqonaysaa. Qal iyuu yiri la yiri fariiqun fi ljanna iyo kuwa la yiri fariiqun fi sacir jala wacala markuu xiray faama man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyo fasoofa dib danbaa kaasu yuxaasabu loo xisaabi doonaa xisaaban xisaabitaan loo xisaabi doonaa xisaabkaasu yasiiran yar oo fudud eh xisaaban yasiiran oo fudud wayanqalib uu laabanaya ilaa ahli ahlikiisa u laabanaya masruuran xaalu yah kii faraxsan wayanqalib uu laabanaya kaa isagu ilaa ahli wa ahlke filjanna ahlkii jannada wey masruuran isagoo faraxsan maxaa yaele imtixaankii baa lasoo dhejiyey halkaasuu markau aad iyo aad u farxi doonaa. Wa amaa man ruuxii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa la siiyo waraa'a dahrihi dhabarkiisa gadaal laga siiyo qof la liidaye fasoofa dib danbo ayuu yadcuu u yaaran doonaa thubuuran halaag wayaslaa wuxuu geli doonaa saciiran saciiruu geli doona oo muxuu ku mutaysay innahu liannahu maxaale isaga kaana wuxuu ahaa fii ahlihi ahlikiisa adduunye markuu joogay masruuran kii faraxsan farax kibir ah innahu isagu dhanna wuxuu mooday an lan yaxuura ay annahu isaga lan yaxuura inuusan soo laabanayn balaa inaysan sidaa u dhicin iska daayo way dhacday innahu ina rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaaday bihi isaga basiiran kii arka wey ilaahay subxaana wa tacala ula socday. Laakiin adduunyada markii la joogay xisaabkaas ma xisaabani walidaalika markii dabcan nabiga sala allahu aleyh wasalam uu ka hadlay ma aragtay sala allahu aleyh wasalam xisaabka yowm alqiyaama iyo dadka dhan in marka iyagoo buriya qaba iyagoo sidaa iyo tintooda leh kulli la keeni doono bay caisha waxay tiri awalaysa yaquul llahu jala wacala fasawfa yuxaasab xisaaban yasiiran oo bimacna way isweydiisay markaasuu nabiga sal alla lay wasalam man nuuqisha fi lxisaabi cudib yani bimacna cadaabku waa marka qofka xisaabka lagu adkeeyey wey xisaabka haddii la adkeeyana intaasa cadaab ugu filan wey qofka ili yiraa halkan saacadda halkee joogtay yani bimacna intii aad jirtay cumrigaaga haddii daqiiqad walbaba ama ilbriqs walbaba fal walba oo kaa dhacay orah walba oo tiri haddii lagula xisaabtamo qalin iyo bug lagaa daba qaato cidda ku xisaabinaysana uu yahay alkhaaliq jala wacala waxba aanan halmaamayn iyadu marka halkaasi cadaab qofka ugu filan wey in yaroo marka garoonka meel lagu leexiyo oo boorsada dib u fur lagu yiraahdo oo rogrog lagu yiraahdo qofka intuu isdhibsanayo ama intuu dareemayo daal iyo madax xanuun ma malayn karta maxaad u malaynaysa haddii waxwalba marka lagaa daba qaato jala wacala marka wuxuu le falaa uqsimu waan dhaaranaya bishafaqi hawaweerkii baan ku dhaaranaya oo ah marka qoraxdu ay dhacdo salaada maqrib marka la gaaro gudguduudka ama casaanka soo baxo ee jihooyinka aad ku aragtid baa la tilmaamaya falaa uqsimu waan dhaaranaya bu rabbilcaalamiin leeyahay falaa uqsimu waan dhaaranaya bishafaqi ayaan ku dhaaranaya waxaan ku dhaaranayaa cawaweerkii baan ku dhaaranaya gudguduudkii baan ku dhaaranaya casaankaa soo baxaan ku dhaaranaya wallayli habeenkii baan ku dhaaranaya iwamaakii baan ku dhaaranaya wasaqa uu daboolay habeenka markuu saa usoo galo waxaad moodaa daah innaga dhan inlan dul saaray oo wax walba mugdi bay noqonayaan kaa baan ku dhaaranaya walqamari dayxi baan ku dhaaranaya ida tasaqa markuu naylaqaad noqdo oo waxrafiijis uu noqdo oo uu buuxsamo oo shan iyo tobankiisa u buuxsamo kaa baan ku dhaaranayaa la tarkabunna waad fuulaysaan oo fuulaysaan ama waad maraysaan oo maraysaan dabaqan heer baad maraysaan can dabaqin bacda dabaqin heer kale ka dambeeya yani waxaa laga wadaa marka ilaahay markuu intaa ku dhaartay kadib ayuu wuxuu yidhi waxaad maraysaan
ركب بقى لقى عبر فعلك وبمعنى ما هو مراحل شكل الدون وقفك ومر يسجد ده الجوش يا مركب اللي تلمامه بده هذا الله دلي ورضيع وهذا اللي نوجنه كدي من مركب فاطيم بالنقضي ولا جوريه ومن بحب مركب مع بدون عنا دم ولا جو جنيه هذا نو السعودي غلام يرو أرضيه أيون نقضي وماله كل عدعي هذا نو سوء السعودي أبو شاب نقضي دل يرى هذا نو سوء السعودي وح نقضي كهل ينين قرب ذو هذا نو وح نقضي شيخ أو شيب ونقضي قف أداء ما راح يشاس بعض مرة يساوي مركب أوركه هي اللي جوجرن مراحل على نطفة علاقة مضغة أنت صدم بإله سبحانه وتعالى سمي أنت صدم مركب واحد مرة يسان طبقا أي حالة أي مرة يسان وبعد حالة وبمعنى ما راح يشي كلا دوني وقفك ومريوي حالا بعد حال أما بوح كم إذا موتك أو دمشدية كدي من نرى بعد كذا بيسا نرى شو مركب لقب بحو كدي من أحواشي كلا دوني آخر إلى آخر إذا بسودي كلا دون له مرة مال بابا لسه غيره ونرى الكلام فما لهم أي فما ثبت لهم حق سجن ذلا يمنون أنا إني ورميني وإذا قرأ مركل أقري عليهم يقدش القرآن وقرآن كان لا يسجدون محيين وسجودين حيب أهيد بقرآن كان وينك يقبان إن مركل سجود له بتام به بلى الذين وحي كفروا قالوا به يكذبون وإبينينيا والله إلهين أعلم أله علم بضموي بما يعون وحي ويلينيا وحل وحى ويلينيا يعون وأه وحل وحي معركتي في صحفهم وأه أما كفر هذا النقض أما بينين هالنقطة عمل حن وح الله وح قف كل إيمانه وعاء وأصل أهم ووالك وي قفكم مركو ما عندنا وعمل كان يعمل كان صحيح فدي سكوب بحنه وما عندنا مركا زينة دي كوب بحنه خمرة دي كوب بحنه ديلك كوب بحنه كفر كوب بحنه عقيدة حمد كوب بحنه شرك كوب بحنه وح نغانا سوال بحسمه فعل مركا هالك سكين فبشرهم أقول بشارة بعذاب أقول بشارة عذاب كسؤالي من مؤلم الحوية إلا لكن الذين كوي استثناها كالجر إلا لكن الذين كوي أمنوا رمي وعملوا سمي الصالحات الأعمال الصالحات سمي لهم حيل أجر بيل أجر كاس غير ممنون أن كلا جئوا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود waxay ka kooban tahay 22 ayadood oo gaagaaban ilaahay subhanahu wa ta'ala makhluqatiisu ku dhaaranaya kadibna waxay suuradan ay tilmaamaysaa iyadoo suurad gaaban ah habka duwan habkii aan ku ogeyn suwarta lamidka ah ee isla juzgan ku soo aroray waxay ka hadlaysaa asxaabul xuduud wa nimankii dadka muuminiinta cadaabay dibka mariyay iyo wax kale aanay ku haysan kaliya la ilaha illa muhammad u tirahdeen مؤمنين محطوا النقطة كدبنا انت الله سوق هذا واتي انت لوق هذا قدك انت اللي قحابت وينك بضن لوق هذا لوق هذا ودب ديلي لغش هذا كدبنا بيقو نولو سيدو ما شاء الله وقري بس هذا المركة ويدارته إلا أي مركة وين يبقى ذا المها الماء نوجسه أي دبركة كسيد ده يبقى ذا مركي المها سو أي أركان إن مركة الوالد كله والله وينه يا أمه هراء الدقاق واتليري أصحاب القدود قصدي لأرادوي أورنتي نصوم مرتوي كتب السنة نمرك إيوريني جل وعلا وحلي والسماء سمذي من كل دارتي ذات البروج أحدقها أصحابك أحد ولم يتوين برجوي وصورة الفرقان نصوم مري واليوم مالك من كل دارتي الموعود أمرك لبلان قاضي أمل إسكوية بوهي أمل إسبلمي ويوم القيامة وشاهد مد مرخاتية أيان كل دارانية إيو مشهود مد لقو مرخاتي كعي مرخاتي سوحون نقون كرا أنبياء وحون نقون كرا مشهود كان وحون نقون كرا مخلوقات كان وشاهد وحال لقو فسيري أوكالة قفك نوعا ما أما يوم الجمعة لقو فسيري ومشهود وحال لقو فسيري يوم عرفة وشاهد ومشهود وشاهد وحن نقول كرنا حبنه يجيرك بين آدمك ومشهود يصير بين آدمك أنت ومرك الله فسيري كرا وحصل ضم ملائكتي أو هذانا مرخاتك عيسى يلقو مرخاتك عي مرك وشاهد بان كل دارتي أيو مشهود مد لقو مرخاتك عي أن كل دارتي قتيلة ولا العنذي أصحاب الأخدود جذتك أصحاب تدوال العنذي مرك وحيلي
dhaar baa timid jawaab alqasam baa loo baahan yahay. Jawaab alqasamka waxaa kuu suurtagala dhowr siyood ba inaad ka dhigtid, inaad laam usoo qadaratid, laqad aad usoo qadaratid, aad dhahdid laqad qutila asxaabu alukhduud, oo ay noqoto jawaabtii wasamaai dhaati alburuuj iyo wixii ka dambeeyey. Waxaa kaloo iyadoo suurtagala in jawaabtu ay dhacdo ina batsha rabbika la shadiid, inay dhacdana waa suurtagal, oo halkaas ay bahashu ay tagto. waxaa kaloo iyadoo suurtagala taqdiir kale oo gaara oo sidii kuwii haddana soo maray aan ula imanayna oo kale inaad la timaad intaba, marka waa suurtagal. qutila ay laqad qutila waa la lacnaday asxaabu alukhduudi, godadkii asxaabtiisii, waa godkii weynaa ee dhulka inta laga qoday trenjiga ahaa laga buuxiyey xaabada iyo waxala wixii wax lagu gubi lahaa laga buuxiyey. annaari ay asxaabu annaari, halkaa marka waxaa la xadfay mudaafkii, waa la xadfay mudaafu ilayhiga booskiisa la dhigay, wadaliil kasrada meesha taal wey. annaari ay asxaabu annaari, naarta asxaabteeda la lacnaday. dhaati alwaquudi, dabka u saaxiibka ahayd, ama dhaati alwaquudi, shidaalka u saaxiibka ahayd. oo waa maxay? waa waxala wax lagu gubo, wuquud oo lagu horinayo, lagu dhilayo, lagu shidayo. dhaati alwaquudi, dabka u saaxiibka ahayd, ama horinta u saaxiibka ahayd, kelmadda raadina waata horinta u saaxiibka ahayd. id waqti baa la lacnaday, hum iyaguba, calayha naarta dusheeda, qucuudun kuwii fadhiya ay yihiin. calayha marka macnaheeda maaha naarta inuu iyaguna dul fadhiyaan, ay calayha ay xawaalayha naarta hareereheeda saa u fadhiyaan, wayna banaan tahay luqada carabiga xuruufta jarka inay iska bedel noqoto, way banaanta xoo kuma jabna. halkii cala fi la adeegsado, halkii fi la adeegsado, can la adeegsado, waxba mushkilad ma leh, gaar ahaan madhabka kuufiyiinta marka loo baxo halkaasu tawasuc baa jiro. id waqti baa la lacnaday, hum iyagu, calayha ay xawlaha, naarta hareeraheeda, qucuudun kuwii fadhiya ay yihiin. walxaal, hum iyagu, calaa maa yafcaluuna, waxay ku sameynaya bilmu'miniina, mu'miniintana shuhuudun kuwii goobjoog ah oo xaadiriin ah ay yihiin, wixii dhan ay u muuqdaan wey. wamaa naqamu, kuwa mujrimiinta ma ayan nicin, minhum dadka mu'miniinta ay cadaabayaan, ilaa an yu'minuu inay rumaynayaan mooyaane, ama ilaa an yu'minuu inay rumeeyaan mooyaane billaahi, ilaahay alliha alcasiizi ee qaalibka ah, alxamiid almaxmuud alamhadi, inta unbay diidan yihiin wey. alladii allihi lahu ayuu ahaatay mulku samaawaati, cirarka boqortinimadooda, walardi, mulku lard, ardada boqortinimadeeda, wallahu ilaahay calaa kulli shayin, shay walbaba shahiidun, allihi markhaati ku ah wey. wax kale kumayaan nicin, maxaad mu'miniin u tihiin baa lagu haysta wey. ina alladiina, kuwii, fatanuu gubay, almu'miniina mu'miniinta gubay, iwalmu'minaati, haweenka mu'minaadka dabka qabadsiiyey, uma lam yatuubuu, kadibna aanan ka tuuba keenin kufriga ay la yimaadeen, falahum xilin cadaabu jahannama, jahannama cadaabkeeda, walahum waxay leeyihiin cadaabu alxariiqi, gubitaanka cadaabkiisa ay leeyihin wey. ina alladiina, kuwa aamanuu rumeeyey, wacamiluu, la yimid oo sameeyey, alsaalixaati, alacmaal alsaalixaati sameeyey, lahum waxay leeyihin jannaatun, bay leeyihin jannaadkaasoo tajri, ay doraysanayso, min taxtihaa, ay taxta qusuuriha, waashjaariha, saraha meesha ku yaal, iyo geedaha meesha ku yaal, alanhaar, webiyaal, ay doraysanayaan. dalika kaasu alfawzu, liibaanti wey, alkabiiru, liibaanti weyneyd wey. ina baatisha rabbika, rabbigaaga ciqaabkiisa, qabashada rabbigaa, la shadiidun, midii daran wey. innahu rabbulcaalamiin, huwa isaga ayaa yubdi'u abuura, ama yubdi'u isagaa bilowda dheh, alkhalqa uunka isagaa bilowda, wayuciidu isagaa soo celi alkhalqa, ilaahay isaga markiisa horena shayga unkay soo celintan isaga iskale wey. wahuwa ilaahay alghafuur, allihii damedhaha badan wey, alwaduud, addoomadiisa jecel wey, wa allaha jecel wey, mutawadid ilaa awliyaahi, mutawadid ilaa awliyaahi, ilaa tan kalimat alwud bay ka timid, ilaa dadka qaarkii iyeli macna mathalan kalimad mathalan wadaad ay dhahaan wadaad, asal ahaan waxaa ka muuqata wadaad ilaa qofka dadka khayrka la jecel oo ka dabaqaada oo danahooda ka shaqeeya, saasuu ahaan jiri kalimad ahaan, haddii macnahaas uu asaxo halkaabay dad weceliyaan. wahuwa ilaahay alghafuur, allihii damedhaaf badan wey, alwaduudu, ee jecel addoommadiisa, dhulcarshi, waa allihii carshi u saaxiibay, almajiidu, waa allihii sharaf leh, jalla wacala, oo cadiim buu jalla wacala. marka almajiidu markaad dhahdid, dhulcarshi bay sifa u tahay oo ilaahay bay u laabanaysaa, laakiin almajiidi haddii la dhaho, carshigay sifa u noqonaysaa, carshigii weynaa baad leedahay. marka facaalun, waa allihii sameeye ah, ilaahay subxaana watacala, waa allihii samayn badan, limaa yuriidu, wuxuu doono, wuxuu doono ilaahay subxaana watacaala samaynaya, cid ka celin kartaa imala. hal ataaka, ma ku yimid nabi maxamed, qad ataaka, wuu ku yimid xadiidu aljunuudi,
ciidankii sheekadooda ma kuu timid? Ka bedelo fircawna ay junuuda fircawn, fircawn ciidankiisa ma kuu yimid? Iwa thamuuda thamuud ciidankooda ma kuu yimid? Ama fircawn hal adaak xadiidu junuud ma kuu yimid? Ka bedelo fircawna ay xadiidu fircawn ma kuu yimid? Ama xadiidu fircawna ma kuu yimid? Iwa thamuuda xadiidu thamuud ma kuu yimid? Saas marka habboon inaad dhahdid wey. Marka tabcan ama in ala tariiqati aljalaley in junuudas loo qadsiyo xadiidu junuudi ma kuu yimid fircawna ay junuudi fircawna sheekadooda ma kuu timid? Ama junuudi fircawna xadiidu junuudi fircawna iwa thamuuda ma kuu timid? بل الذين كفروا قالوا في تكذيب بينهم بيكسقنا ذن والله إلهينا من ورائهم إيجا قذاشوا ذو محيطون كي كابوي أما هرتو ذا إلهي سبحانه وتعالى نولاسوا ذا بل هو كالعقية ودي دينهم قرآن وي قرآن كاسو مجيد وين في لوح بودح هذا لوح سو محفوظ إلى اليو. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. سورة الطارق يضنا وحي سورة دن مركي إلهي سبحانه وتعالى ودارته بوحي إنسانك أسل كي سيتابان إيسا إيهالك أكيمت كدمنا إلهي سبحانه وتعالى وحوت الماما القرآن كان شرفت أوليه إنو سنه وحيار الأسود جي أم عيار بقى. والسماء سمدي بان كدارتي إيو الطارق حدقي أرورك أها حدقي قوري أما ديلماني طارق اللغة العربية حلو مقعبا وحي هبينك سعودة طارق طارق قف مركو انت هبينك ونسكي ماذا إيضا اللغين طارق بالغو مقعبا وحلو وحي كوسو الدريو سلما فلانا طارق بالغو مقعبا الباب قف مركو صقر عم حال هذا من يطرق الباب طرق طارق قف بصقر لأن قف كان لمسع تعدو يه مرك حدق مرك واحد نوعا وأن صوشر عني وحكجري هذا الدار وسنتيفيك لي أي علماء معاصرين تا وأن صومر توقت يدوي والسم هذا حن سجع بسنا طريقة الجلال المجلين والسماء السماء ذي من بدار تبو إلهي والطارق يحدق أورك كأها أما جوري وما أدراك محاك أغيشي ما الطارق طارق حويه يعني إلهي إساقا إنو الشيقة طارقة حدي قام حوية النجم حدي قيوي الثاقب الدسي وحدي وبمعنى أود أولي هاي أفتي ماد وكدح الدسي كربني ترتف ما شاء دهان أود أولي هاي بمعنى أفتي ماد وكدح الدسي ظلام كقدعر كقدعر هذا سائسو دل دل سارا وكثافة حوقة له وكدح بحية انت ما قدرته إلهي سبحانه وتعالى ليه ودارت جو القسم وكان إن كل نفس ما كل نفس نفس ما أنت ما أهان لما إلا هدي أهاتو عليها نفس ده دوشي ده حافظ مد إلى لنا إعصار ملك ملائكة كم ذا وعمل كذا يعني إلى لين إلى لين تمرك الله تلمام إلى لين تمرك بحلقة يابا إن نفهم نقف مركا نحرب كلا إلى لين يعني وعم وحلق إلى لين توام حقف كان إن لجور هيو خير ميولين الشرب ولي كلمة أهان ومعناها انت كبل الله رم بيلاد قرر مركا ان قمر ان كل نفس اي ما كل نفس ما اهاني لما الا هدي اهاتو عليها الدشيد وحاد حافظ هدي الاقريو ان كل نفس لما او ان لشيدن حالا دا سوكال انت وحي نقنيسا مخفف من الثقيلة اسم كيدن وحد فيه او انه اوكال نقنيسا لام تون ان لام فارقين نقنيسا لام تون ان لام فارقة مركا محين نقنيسا مركا ان كل نفس انه شأنية كل نفس النفس لما أنت لما عل لم لما عليها إلا عليها دش إذا وحاء هذا حافظ بقى هذا قرأ الصاصي أنا قرأ سامر إنه شأنية كل نفس النفس لما أنت لما عليها إلا عليها دش إذا وحاء هذا حافظ بقى هذا قرأ ذلك هذا قرأ قرأ كلا إن كل نفس ما كل نفس النفس لما أنت ما هذا لما إلا هدئها عليها دش إذا حافظ بقى هذا فلينظر الإنسان إنسان كي ها يقها أكور قلو مما من أي شيء شيء مما خلق وحلق أبور أي من أي شيء خلق وحلق أبور هدوسا أقون أقون مكلم أنت أما أجي هايسو سربين إنو شاقو خلق ولا أبور إنسانك مما إن بيه حقود بلق أبور بيها سو دافق بود بودية ومركي منو يساو صبح ذو أود دابا إلا ذا يكون لقد قرطوي
يخرج وكسب بها من بين الصلب دبر كحقي سيكسب بها إيو الترائب كالحمة يكسب بها إنه إلهي سبحانه وتعالى على رجعه إنسان كسعلي تانكيس إنه سعلي لقادر أليه كروي بيها ومبعض بقى هاي مركز بني أدم هضلي ودوضي ومرمي إلهي سبحانه وتعالى ونقر لي كدي بمحركة سامحان لأنها سيدة سورة قال كتها إن مركز ديب دنبال إيسو علي طبعا مسألة ده مصحبة إن أي مندو أي هالك ساعة يكسب بعض من بين الصب والترائب يضو علمي كمان توحو تلمام وحكدوان أي تهيئي وإن صامرت إذا دير وانا ضروري قفك إنو دول إساقة محايا لي شبه هذا بضن يريركو أي جامعة لها كلي ماذا ماشي كسر يسنتهو ضد مركو إيران إيسا منهج كين وخلافه يو جل وعلا وحول يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة إنه على رجعه لقادر إله وعليه كرا إنو إنسان كاسسو علي يوم تبلى السرائر مالك وحيابها قرصون أو لن العديني يوم تبلى مالك العديني السرائر وحيابه قرصونا إلهي سبحانه وتعالى إنه سعلي أود بمرك أوليه أو تبلى السرائر وامح الضمائر توحى كجر وحي عقيدة محا عقيدة إلهي بما أنت بني آدم كو أي حيستان محا نيات نوال بنيات يسو نوال بوحباء وجر إلهي سبحانه وتعالى وانبال الله سعوده وحول بوحي لقرصان جر والله سعوده العدين دون أول فما له أما أهان إنسان كي أما منكر البعث قفك بعثك الضفري من قوة وحا أوده أو إساك إلهي عذابك ولا ناصر مد أسو قرمان يؤهي لنا يؤقرب كيس إستاقنا مركا ماهان والسماء سمدي من كردارتي ذات الرجع لا لا بشاد أصاحبك أهيد أي ذات المطر رابك أصاحبك رابكو يعني مربو ويما ما راب إسكس عضا وأنك لقاء الله هنا إنت أصصانا لا ما هي راب لوايين لا ما هي لكن وإيمانيا وإستاقيا دقيقت بو إيمانيا حلي بو إيمانيا موسم بو إيمانيا جيلال مع نوعا ما أفر بلبو مغنان لا بلبو مغنان واسدا مركا سمد مركا ذات الرجع ساسا الله مقعب من الرجع يعني شيء الله بانا يوكل والأرض أرض يبان كل دارتي ذات الصدع دل دلع وصاحب كهيد إذا مركو روك ساقو سودو أرضي بيه مركي ساقو دوقدو كدي من نبات كي يدرتي وحلو حي كجري سو ساريسا إن تابا كدارتي إنه قرآن كان لقول أو رهوي أو رهدا سو فصل كلا ساريسا حق إيه باطل وما هو قرآن كو ما أهان بالهزل عيار ما أهان إنهم إيو يكيدون بيهاجر سنيا كيدا بيهاجر سنيا وأكيد أنه أن هاجر سنيا كيدا هاجر وبمعنى تودن وجواب مشاكلتي وحكر كما قالنا يان فمهل الكافرين كافرين تأكروا الدور وسك أمهلهم أكروا أو سك رويدا إنير وقت يدوى لقارو وإلى هنا بالله توفيق.